اللي حصل في حفلة سعد المجرد هنا في مصر جنن المصريين وطير عقولهم. لو لسه ما شفتش حفلة سعد المجرد اللي كانت هنا في مصر من يومين بس، اديها لايك واشتراك وتعالى اوريك الحفلة كانت عاملة ازاي والجماهير كانت عاملة ازاي. الجمال عدى الكلام تضحكي وتاخدي كام هدفع العمر اللي جاي بس بتربي السلام مش بعمر صدقيني حس بيا كان جمعة مباركة علينا جميعا في كل مكان في العالم ويوم حلو وجميل على كل الناس في كل الدنيا. حفلة سعد المجرد عاملة قلق كبير في مصر ولسه سايبة بصمة والسوشيال ميديا كله بيتكلم عليها لان الموضوع ما كانش عادي من اول الاستقبال لحد نهاية الحفلة والجماهير سخنانة وسعد المجرد مولعها والناس كلها فرحانة ومبسوطة. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الحفلة. ناس كتير كانت زعلانة ان المعلم سعد المجرد هيجي هنا مصر وناس تانية كانت قلقانة وخايفين ان الحفلة ما تكملش واللي حصل كان العكس من اول الاستقبال الجميل الفخم اللي يليق بنجومية العالمي سعد المجرد من اول استقباله في الفندق لحد استقباله على الاستيج واستقبال الجمهور المصري ليه كان بصراحة شكله مفرح وسعد المجرد نفسه اتفاجئ بحب المصريين ليه لان طبعا عارفين الاشاعات اللي بتطلع والحاجات اللي بتقول ان سعد المجرد ليه يروح مصر طالما هما مش بيحبوه في مصر وطالما بيأذوه في مصر. كل الحاجات دي انا قلتلكوا قبل كده في فيديوهات انها كلام فاضي طالع من ناس فاضية ملوش اي اساس من الصحة والدليل كم المحبين وكم الجماهير من ناس عاديين ومن لعيبة كورة ومن مشاهير وفنانين كانوا موجودين في الحفلة دي وانبسطوا جدا جدا بوجود المعلم سعد المجرد وتبادلوا مع بعض الصور والاستقبال الحلو. اولهم لاعب الكرة العالمي محمد زيدان والفنانة الكبيرة العملاقة يسرى اللي كانت حاضرة حفلة الفنان سعد المجرد هنا في مصر واللي كتير من الناس انبسطت بوجود الفنانين والمشاهير في حفلة سعد المجرد وطمنهم اكتر وخلاهم يتأكدوا ان سعد المجرد هنا ليه محبين كتير مش بس اشخاص عاديين زي وزي حضرتك لا ده كمان في مشاهير
ولعيبة كورة وناس كتير جدا جدا بتحبه وبتدعمه لشخصه والأخلاقه ولفنه. سعد انا بحب سعد صح، يعني انت تكلمت على الممثلين لكن سعد كمطرب سعد اكثر من رائع. سعد محبوب في مصر جدا يعني، وانا بعتبر سعد طفرة مغربية هائلة، ان سعد قرب اللهجة المغربية عند المصريين. يعني دايما الناس تتكلم ان اللهجة المغربية صعبة، لكن سعد خلاها بسيطة وحبب الناس ان هم يسمعوا اغاني مغربية. يعني هو فتح الباب، يعني حاليا بدأ في اغاني مغربية تنتشر في مصر. انا جد مبسوط انه موجود في مصر حاليا، وحغني ليلة بعد few hours لحبايبي جمهوري في مصر. I love you all. شفنا مع بعض حفلة سعد المجرد اللي كانت مكسرة الدنيا هنا في مصر وجننت الجماهير المصرية، والتفاعل كان عالي جدا وناس كتير انبهرت بوجود سعد المجرد هنا. واقول لكم على معلومة سرية، اغاني سعد المجرد هنا في مصر اساسية في كل مكان. الجمال عدى الكلام، تضحكي وتبدي كلام، هدفع العمر اللي جاي بس بترب السماء، مش بعمر سهتقيني حس بيا كلميني. وبمناسبة الأغاني، الفنان سعد المجرد النهاردة هينزل أغنية من أحدث أغاني الصيف مع الفنان الرائع أنس، واللي هتكون مفاجأة سعد المجرد عملها لنا. لسه البرومو ما نزلش حتى الآن، بس أنا متوقع إن هي هتكون أغنية جامدة جدا، وأكيد هتطلع بالمستوى اللي يليق بفانز سعد المجرد ومحبينه في العالم كله. تاني حاجة، في اغنية هتتصور هنا في مصر واللي قلت لحضراتكم عليها، اللي هي هتبقى مع الفنان المغربي حاتم عمور، والديو ده كان سعد المجرد قايل عليه من فترة، او كان الجماهير المغربية طالبة من سعد المجرد ان هو يعمل ديو مع حاتم عمور، وبالفعل لبى رغباتهم والديو ده فعلا اتعمل، ولكن هيتصور هنا في مصر. فالمفروض ان المعلم سعد المجرد وحاتم عمور قاعدين هنا في مصر عشان بيصوروا مشاهد كليب الاغنية الجديدة، واللي هتكون من اخراج الرائع حسام الحسيني. وبس كده، ده كان فيديو عن كواليس او ايه اللي حصل في حفل سعد المجرد هنا في مصر، وتفاصيل اغنية سعد المجرد اللي هتنزل النهاردة حوالي الساعة 6 او 7 بتوقيت مصر، واللي هيكون عبارة عن ديو ما بين سعد المجرد وانس. واشوفكم على خير في حلقات تانية كتير. ما تنسوش اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. انا مصطفى شريف، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.